اهلا وسهلا بكم مشاهدينا، يتجدد التواصل من جديد عبر مساحات مساء الجمعه المختلفه، وعاده ما نزعت مشاهدينا بلمات الجمعه فيها ملامح المجتمعات السودانيه واللي بنعكس فيها اي مجتمع كيفيه تعبيره، وايضا ردا على كثير من الاسئله والاجوبه الاجتماعيه، يعني كقدسيه يوم الجمعه وملامح يوم الجمعه. اليوم ردا على الرجال ارتباطا مشاهدينا مع نجاحات حواء السودانيه اللي برزت، وده دون التحيز طبعا للون النسوه مؤخرا في يعني اتجاهات مختلفه. حواء السودان قدرت إن هي تكون سيدة أعمال ناجحة، كل يوم بتولد موهبة جديدة بتنجح فيها المرأة. قوة المرأة الآن في مقارنة ما بين آدم وحواء بقت في السطح يعني، وفيها كثير جدا من الأسئلة. هل يعني ممكن نقول آدم يدعم حواء السودان أو المرأة بصفة عامة حتى إن هي قدرت تنجح؟ أحيانا ممكن يكون الطريق في بداياته، ولكن قوة المرأة، هوية المرأة في نجاحاتها، استناد على نفسها وفي إيمان القوي في أنها تقدم شيء كبير قد يبعد آدم من حياته وكثير جدا من التفاصيل. سيدات أعمال ناجحات في أصعدة مختلفة ما بين الطب وما بين أيضا عالم تجميل حواء السودانية، نلتقي اليوم بنساء يعني رائدات في مجالات مختلفة، وحيردوا أيضا تكلموا عن نجاحاتهم ارتباطها بآدم، وأيضا ردا على بعض الأشياء اللي هي ممكن تكون الآن يعني موجودة في مجتمعاتنا السودانية. سعيدة جدا مشاهدينا عبر مساء الجمعة نلتقي بالدكتورة هاجر عبد الرحمن استشارة جلدية وأيضا تجميل. مرحبا بك كثير يا دكتورة. مرحبا بك ومرحب المشاهدين، وأتمنى أنه نكون ضيوف خفيفين عليكم. مرحبا بك كثير، وأيضا يمتد الترحاب بالدكتورة مروة فضل منظمة مناسبات. مرحبا بك كثير. أهلا وسهلا. أهلا بك، وإن شاء الله تكون حلقة خفيفة عليكم يا رب. إن شاء الله يا رب. أستاذة هاجر يعني الأمين سيدة أعمال ناشطة بشكل مختلف، وأيضا يعني شراكات مختلفة ما بين حواء السودان. مرحبا بك، أنا سعيدة بك اليوم عبر مساء الجمعة. أنا الأسعد، وإن شاء الله زي ما قالوا كون خفيفة ونظيل عليكم وكون حلقة موفقة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. طيب نبدأ بمفهكم. أبدأ بالأولى. طيب نبدأ بدكتورة هاجر عبد الرحمن. هاجر زوجها طبيب. أيوة. أنا بوجه لي والتحية من هنا دكتورة البدري، صفوة البدري. صفوة البدري استشاري طب العيون، و يعني كلهم لما قعدوا هنا شويه كده بيقولوا والله احنا رجالنا داعميننا عشان ما تعملوا لنا مشاكل. اكيد طبعا. فانا اشوف هل يعني ادم يدعم حواء السودان؟ وفي كثير من الناس بيقولوا والله يا اخي لا، يعني ردا على الرجال ديل، الرجل بيخاف من نجاحات المراه السودانيه، المراه هي ذاتها بس دايره يلبسوها كويس، تلبس ذهب وتفشخر بس يعني في المجتمع. طبعا اكيد يعني ادم بيدعم حواء، وبرضه حواء بتدعم طبعا. انتوا كلكم اللي لحد تقولوا كده. يعني ادم بيكمل حواء، وحواء بتكمل ادم، وكل زول عنده يعني دور في المجتمع، يعني بيدعم الثاني. يعني المرأة نصف المجتمع، زي ما زوجها هو بيدعمها هي برضه بتدعمه يعني. وما أعتقد يعني إنه في واحد فيهم أقل من الثاني يعني. أنا بالنسبة لي يعني زوجي الحمد لله كان داعم لي لغاية ما الحمد لله تخصصت. أنا لما تزوجت ما كنت أخصائية يعني، كنت طبيبة امتياز. طيب فهو دعمني يعني الحمد لله، وتخصصت هو برضه ما كان أخصائي برضه يعني لغاية ما تخصص وبقى استشاري يعني. فآدم بيكمل حواء، وحواء بتكمل آدم. يعني ما بس المرأة هي مجرد يعني إنها بس حاجة إنها قاعدة في البيت، وإنها بس عاوزة إنها يعني ذهب وقروش ونقة وكذا زي ما قاعد يقولوا يعني. طيب. فأكيد عندها دور في المجتمع. طيب مروة، هل حواء بس متهمة بأن هي المرأة سرسارة وبتاعت نقة وكلام كثير وطلباتها كثيرة؟ حتى لو حواء بزنس ومن هي ستيل سرسارة وبتاعت نقة وطلباتها كثيرة، احنا نكون متفقين مبدئيا على الحاجة دي. ده نهائي ما عنده علاقة بانه انت الكارير بتاعك شنو، انت شغالة شنو، دي ده حاجة انسوية يعني. لا اكيد لازم يعني نختلف يعني، احنا عندنا متطلبات وعندنا تفاصيل يعني. حتى ادم دائما ما بيكون مركز في كل التفاصيل اللي احنا بنكون عايزينها. انت بتكوني عندك لسته بتاع الطلبات وبتكون شايفها من حته، وانت بتكوني شايفها من زاويه ثانيه خالص. ف موضوع النقه وانه حواء تكون سلسارة ده ما عنده علاقه بانه انت بزنس وومن خالص او بالكارير بتاعك خالص، دي حاجه ربانيه يعني. النقه والسلسلة موجوده موجوده مهما انت كنت شغاله شنو، مهما ادم كان منه معلش يعني ما مشكله. دكتوره هاجر بتختلف،
هاجر تختلف. انا داري ردك انت بالذات بالنسبه لي تسأل تحديدا بالنسبه للنجا لي تسأل. طيب انت تكلمتي عن والله النجناجين دي ما داري الاثنين ثلاثه طبعا لكن انت تكلمتي عن ادم عموما ما تكلمتي عن ادم الزوج او ادم الاب. ممكن يكون ادم الاب شيء طبيعي. ادم ممكن ادم ده ممكن يكون اخوكي طيب. ممكن يكون في البيت فبتهي منه المراه هي سرساره فبالتالي لازم لا هي سرساره دي زي ما قالت مروه دي حاجه مفرغ منها يعني طيب. دي متهمين بها وانا بعد كده كمان يعني انا واحده من الناس السرسارين شديد حقيقي حقيقي. طب تفتكري انه السرسره هي يعني في شنو؟ هي منطقيه زي ما قالت مروه قبل شويه دكتوره مروه يعني انا ممكن اسرسر اي والله دايره اهتم بشكل البيت دايره فعلا يعني اكون شويه كده مواكبه مع الناس. نحن بالنسبه لنا شايفينها منطقيه جدا سرسره منطقيه لكن الرجال طبعا شايفينها غير كده تماما يعني في اقل التفاصيل انت ممكن الموضوع يكون عادي جدا بالنسبه لك او بالنسبه لحواء لكن الراجل بيشوفك انت مأوفرة القصه شويه. طب احنا ما نشارك معانا يعني اسام لازم يرد لنا على الكلام. انا بدي اقول لك حاجه اول حاجه طيب هي يعني المره سرساره زي ما تقول الاخوات ديل انه هي سرساره سرساره واكثر زول مضر من الحاجه دي ادم والدليل على كده نسبة الوفيات ذاتها في لا الحمد لله دي مش هتلاقي وفيات دايما ادم بيموت اول من السرسرة الكثيرة والنقة الكثيرة. ليه ما قاعد يقولوا دايما المرأة مرارتها مفقودة؟ لا لا ده من الكآبة بتاعتهم عشان هم كئيبين لا طيب عشان كده بموت اول. طيب يعني هي ليه ما تسأل نفسك هي بتسرسر ليه؟ إذا أنت طيب يعني مثلا ما يعني أديتها كلمة حلوة مثلا وفرت لها الشيء اللي هي عاوزاه ومتطلباتها يعني ما حد سرسر اكيد سرسر بالضبط كده بالضبط يعني يعني ما في سرسر اذا طيب لا في في معنى السبب انت في السرسر برضه بتكون موفر كل الحاجات برضه بيكون في لا لا لا, 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 لا ابدا مستحيل ابدا هنا حنختلف مع كل طيب طيب انتم يا سيدات يعني خشيتوا في مجال العمل وكده في النوع يعني في الاقليه اللي هي اصلا ما اشتغلت ولا خشت في مجال العمل انا بس داير المقارنه دي لانه أيوه. برضه مهمه شديد في جزء كبير من سيدات يعني البيوت وربات بيوت لكن ده ما يمنع انهم هم متعلمين ونجحوا في بيوتهم وفي الدراسة وفي ظروف مختلفة في الحياة يعني بالنسبة لها ليه دائما المقارنة بأنه والله أنت عشان شغالة أو هل قوة المرأة بتديها مساحة إنها هي تسرسر أكثر أو يعني تناقش وتكون قوية؟ والله لو ما شغالة قاعدة في البيت ساكتة كده شفتوا دي الحسة يكون سرسرتها كثيرة ونقتها كثيرة لكن لما تكون شغالة طب دي ما حاجة كويسة أيوة. دي حاجة كويسة معناها طيب. دي فايدة للشغل أيوة. طيب السرسرة دي برضو في رجال سرسارين يلا بالمقابل يعني أنا يعني اتهام المرأة بالسرسرة دي صراحة حاجة يعني مضايقاني يعني شوية كده طيب لازم يكون في اختلاف يعني وآدم آدم بطبيعته يعني شيالة تقيلة وحنين يعني ودائما ادم بحب اكثر من حواء يعني ده كمان ده كمان ده موضوع ثاني احنا بس فنانين وبنشعر يعني بنعرف المشاعر والوجدان طيب انت قلت يا عصام قبل شويه هو قال انه ادم شيالة ثقيله فالكلام ده برضه يا جماعه انا طبعا الليله شهادتي حتكون شويه كده مجروحه لكن خلينا نتكلم عن انه البيت او المراه هي ممكن تكون الان ما اقدر اقول في يعني موازاه لكن في بنات وفي سيدات ماسكين بيوت صح وبرضه شيالة ثقيلة والمراه نجاحها ذاته انعكس في المجتمع مؤخرا بشكل في أزمنة مختلفه لكن داير اتكلم انا تحديدا هل المراه العامله وسيده الاعمال والنجحت والخدت يعني بصمتها في المجتمع هي مختلفه زي ما هو ذكر الجزئيه دي لاني كنت عايزه اشاركها مختلفه من ربات البيت القاعده انا والله ما بفتكر انه يعني في مراه مختلفه من الثانيه يعني بس هي اتخطت في محل يعني مثلا عشان كده ظهرت قدراتها اكثر من دي يعني اتخطت في حته كده ظهرت انه دي قدراتها اكثر من دي لكن بفتكر انه يعني اي مراه يعني ما هي في النهايه ام واخت وزوجه طيب احنا كمان حنجي لموضوع البوبار والفشخره وتحديدا انتم حتجاوبوا اكيد بشكل مختلف لكن دارين تهدي لنا لحن انا هعدي لكم لحن عشان اكد لكم انه ادم يعني بحب اكثر من حواء والله العظيم دي بس حاجه كبير يعني يلا نسمع
والله بريدك جوا من قلبي يا زينة، والله بريدك جوا من قلبي، لكن ظروف القاسية واقفة في دربي.
سلام، شكرا. انا يعني عطفا على الكلمات او المفردة دي، يعني جاري محور اللي هو اتهام المرأة بين مادية وإذا تقدم لها شخص زي ما قال ظروفه وهي واقفة بدربه، يعني فبالتالي بتنظر لأنه دايرة يجيبوا لها حاجات ودايرة في اتجاه المباهة والمفاخرة. إذا حاولنا نتكلم في الاتجاه ده، يعني هاجر، يعني ردك شنو؟ هل حواء السودان بقت هي ممكن تكون مادية ودايرة الفشخرة والبوبار وتفاصيل مراسمها وتتفشخر وسط أهلها والأم ذاته والتفاصيل المرتبطة بالحاجات؟ كيف في طريق آدم؟ ما حنتكلم في حدود السودانيات تحديدا، لكن اي مرأة طبعا بتكون حابه انه يلبوا لها كل رغباتها، فعشان ما يتهموني انه نحن السودانيات بوبارين زياده عن اللزوم، ابدا ده ما حاصل. ففي حدود المعقول ما افتكر انه يعني في اشكاليه في موضوع زي ده. يعني انا اعتقد انه احيانا بيكون في اجحاف للمرأة. بالضبط كده، الاتهام بيكون عليها قوي جدا كدا. حتى الشباب عبر وسيط مختلف او وسائط مختلفه بيتكلموا عن انه والله يا اخي دايره لك شنو، حنخلي العرس يعني، او ممكن واحد خلاص يتخلى عن الفكره نهائيا. معظم بزوف الشباب بالضبط كده، بحكم انه المره دايره او البيت دايره، ولو هي مقتنعه ممكن تواجه بعض التفاصيل من الاسره. من الاسره حقيقي ده الحاصل، من الاسره ومن الصحبات ممكن شويه يكون الموضوع كده، لكن بالنسبه كقناعه انه انا المقتنعه به او الحاجه اللي انا عارفه فهي انه في حدود المعقول الموضوع ممكن يتم يعني. فما جميل. الا نكون دائما متهمين بالحاجات السلبيه يعني. يا سلام، عندنا ايجابيات بالمناسبه. طيب دكتوره مروه، يعني برضو في الاتجاه ده او عطفا على كلام هاجر، يعني هل يعني اذا تكلمنا عن تحديدا الشروط او الاساسيات ممكن تكون متوفره يعني في الرجل، برضو ده ممكن يكون ردا على الرجال يعني بعيونك انت كمراه، شنو اساسيات انه هي شريك الحياة أو شريك النجاح؟ أنا هتكلم عن شريك النجاح. هو ده شريك الحياة، ده ما أي اثنين بيتزوجوا بيكون خلاص هو اسمه شريك حياة، لكن شريك النجاح ده زول يعني مختلف تماما. الزول اللي بيخليك أنت قادرة تقعدي في مكان وتكوني أنت أنثى ناجحة، ده اسمه شريك النجاح. ده الزول زي ما قالت قبل الدكتورة، إن هو زي ما بدعمك أنت أكيد عندك نفس النسبة أو أكثر بتكوني دعمه، لأنه أي علاقة يا إسراء فيها إنعكاس. يعني انت بتديني انا بديك، يعني صح. ما دائما العلاقات مشكلتها شنو؟ انه بيكون في زول بدي كثير وفي زول ما بدي. واقف ما بدي، فهنا بتكون في مشكله كبيره شديد. لكن لو احنا الاثنين بندي بنفس الكميه او حتى في زول اكثر شويه، الناس بتصل لان هم ما في حياه مثاليه، ما في زول عنده يعني متزوج ممكن يقول لك انا عايش حياه مثاليه 100%. ده كلام حتى البوستات بتاعت السوشيال ميديا، حتى بتاعت الفنانين الممثلين الاجانب ممكن يكون فيها زيف 100% فيها زيف، لانه احنا بشر وكلنا عندنا اسر وكلنا عايشين، فاكيد ما في حياه مثاليه 100%، لكن في انسان بيقدر يمشي للزول اللي قدامه عشان حاجات ثانيه. عرفتي؟ بعدين بالنسبه للمراه العامله والزوج، لو الراجل من دي وان هو اتعرف عليكي وانت زول يعني عامله اصلا صح، وكان في شرط انه انت حتواصلي شغلك وجيتوا اتزوجتوا او قبل الزواج، يعني قام قال لك ان انت بعد الشغل بعد الزواج ما في شغل ثاني، رن اجري. الموسيقى دي كان معاد. لانه يعني الزول هو انت جيت لقيتني انا كده، او حتى لو انا طالبه لكن انت عارف تفكيري انه انا عندي طموح، عايزه اشتغل، عايزه اكمل دراسه، عايزه كده، فانت لو من حسي بتجيف معاي معناه احنا حنقع في مشاكل كثيره لقدام. آدم ما حنقول السوداني، لكن آدم دائما بخاف من المرأة القوية. وإحنا عندنا في السودان بالذات القوة يعني القروش، فهو بحس إن أنت لو قروشك بقت كثيرة هذه الجزئية أنت حتستغني عني، ناخذ فيها مساحة إنه أنت حتستغني عني. فهو دائما يعني الحاجة دي في من ما إحنا تربينا، يعني الأب في البيت هو الزول كل الأسرة بتكون معتمدة عليه. يعني انت دايره حاجه امك تقول لك امشي لابوك، يعني فهو لما يحس في لحظه انه مثلا العيال فجاه بيجوا بيمشوا لماما دايرين ودايرين ودايرين، فشويه شويه بحس انه هو بقت يعني قوته نزلت نفسيا، يعني هو ممكن ما يواجهك بالكلام ده لكن نفسيا ممكن يحس. فده ممكن تخيل لي اكثر الاسباب للانفصال بين الازواج، لما تكون الزوجه سيده اعمال بيكون ده السبب تخيليه الرئيسي، انه هو مع الوقت بحس انه هو بقى مهمش، او انه انت افتريتي، او مع انه ممكن حاجه تكون ما حاصله، لكن نفسيا هو بحس انه هو بقى ما قاعد في الحته اللي هو المفروض يكون قاعد فيها. دكتوره هاجر رايك شنو في الكلام؟
والله كلامه يعني صح فين اللي شكرا ما يعني اخيرا اللي حد معك اخيرا فعلا يعني ادم دائما بخاف لما الزوجه تكون يعني اعلى منه يعني ما السوداني ادم السوداني بس عموما يعني اي زوج بخاف لما الشريك بخاف لما الزوجه تكون احسن منه او اعلى منه يعني سواء كان ماديا او يعني لو كان يعني مثلا في شغله في كده فبيخاف يعني دي غريزة في أي رجل يعني ففعلا لكن يعني الحياة تمشي في النهاية ولو ما يعني خاف إذا كان المحيطين بيه حيخوفوا أيوة بالضبط كده يعني صراحة حول ذاتها لما الرأي القرش تكتر بتحاول تكملي عشان ما يجي والله يعني طيب ما كل يوم أيوة بتحاول تكمل وجيبي له العيال عشان ما يعرس أيوة. او يفكر يعرس ثاني أيوة. امي وعيال لكن يعرس تفكير العيال لكن الوحده لو نجحت بتكون مطيعه وقاعده لكن تخيل تفكير العيال ده التفكير قديم يعني انه العيال بيمسكوا الراجل لا ده ممكن تطفش صح مش شو والله بشتنا كل مره بدولي ده كده طيب هاجي يعني كسيدة أعمال وعندك نجاحاتك الخاصة وكذا نحن نتكلم عام طبعاً بعيداً عن حياتكم الخاصة هل البوبار أو الفشخرة أو عكس النجاحات يعني كلنا بنشوف بعض بنحيي بعض نجاح الصحبات بيعجب التفاصيل الحلوة مشاريع كبيرة وبمبالغ برضو ضخمة وأي واحدة متفردة تعليمة نجاحة القروش باختصار هل بتديها مساحة إنه تتبوبر أو تتفشخر أو أحياناً تتباهى على الرجل؟ على الرجل تحديداً ولا أيوة عموماً؟ أيوة على الرجل هي عموماً دي إحنا ما داري لا هي ما تديها يعني إنها تتباهى لكن بتديها قوة زيادة فإنه بروز الشخصية في حتة معينة هم بيعتبروا بوبار لكن ده ما حاصل فلا هي قوة بطريقة مختلفة شوية ما زي لما تكون في البيت لا لما تكون سيدة أعمال ما زي ما بقولوا من لا يملك قوته لا يملك قراره بالواضح كده فإنت طالما أنت مؤسسة نفسك وعارفة أنت بتعملي في شنو وناجحة فده بديك إمكانية أنك تعمل أي شيء لكن ما بوبار بالمعنى اللي أنت قلتيه طيب كناجحات كناجحة كناجحة كده. طيب نخليه آدم يعني متهمين سيدات الأعمال في بعضهم وفي بعضهم طبعا يعني الفشخرة في طبعا في فئة كبيرة بكرة في فئة كبيرة صح بالضبط كده في فئة كبيرة كبيرة شديد يعني زي ما قلت بتعمل حاجة بعد ذاك الموضوع بيبقى تقليد دي نجحت اوكي نجحت في حتة معينة بعد شوية بتلقي الحاجة نفس الحين الحاجة اللي انت عملتيها بتلقي غيرك بعد كده بدأ يعملها لكن دي ما حاجة كعبة يعني بالعكس انا عجبني نجاحك ممكن انجح زيك فما حاجة كعبة بالعكس يعني انا بشجعها يعني صح طيب مروة دكتورة مروة طيب اذا حاولنا نتكلم عن انه مشاركة الجزئية بتاعت الأم وسيطرتها في البيت الأم بترتب الأساس بتشتري إذا هي عندها وممكن تكون ما بتسأل آدم ده دار أدخل تدخل كراي أنا دار أدخل أولادي مدرسة معينة بمواصفات معينة إذا هو ما عنده الحاجة دي ممكن فعلا تدخلك حساسيات ممكن تدخلك حساسيات من آدم لكن في الآخر أي حوة شغالة بتكون هي شغالة عشان أولادها عشان توفر لهم الافضل يعني اكيد هي ما طلعت وتعبت وبالمناسبه في تضحيه كبيره انه احنا بنطلع من البيت زمن طويل شديد العيال ديل بعد مرات ما بنشوفهم يعني يعني انا حسي في موسم شغاله 12 ده محور حنتكلم برضو عنه يعني انت بتكون عندك تضحيات اوريدي عاملاها السبب الرئيسي فيها ما انت ما احنا عشنا اوريدي وعشنا حياتنا وعملنا اي حاجه لكن الاطفال ديل انت بتكوني هم اساس شغلك عشانهم وعشانك لانه هم لو مبسوطين انت حتكوني مبسوطه فبتجي هنا لو انا عايزه اقريهم في احسن حاجه عايزه يعني اسفرهم عايزه كده هو ما مفروض يرفض لانه ديل اولادنا ما اولادي يعني في الاخر احنا لازم يكون يعني في عقليه بتاعت حياتنا صح مع بعض صحيح يعني دي ما حاجه حقت زول واحد فينا انا ممكن اقاطع مره بس في النقطه دي إذا أنت ما قدرت توفر الحاجات المطلوبة فأنت أدعمني أديني بوش أنا بقدر بعد ذاك بوفرها بوفرها معاك يعني فما أنت تقوم تقيدني في حتة معينة وأنت ما قادر توفر كل المطلوبات بس هي مش ما قادر وتبلينا أو ما نقدر نقول ما قادر ظروفه يعني أساسيات معينة انت وفرتها انا قادره اوفر الترفيه قادره اوفر حاجات ثانيه ما هو الترفيه او الاساسيات الثانيه دي اللي هي ممكن نقول انها بتخلق مشاكل واحيانا بيكون فيها انفصال يعني أيوة الحساسيه الزايده مثلا ممكن يكون ما في حاجه بتخليه انه هو يتحسس لكن مثلا ما كلمتيني ايوه انت كيف ما تستشيريني انا بعد حق انك براك التفاصيل الزي دي كده جبتي الحاجه دي اي طبعا انت ما عندك قروش ما كلمتيني او انا كلمتك وانت ما اشتغلت بالموضوع كنت جبتها حول لما تكون مقتدره بيكون عندها هي ذاتها داخليا دي حنعترف بها
دي ما انا بتكلم عامه، انا زوجي زول داعم جدا جدا واحنا شغالين مع بعض والحمد لله يعني الحمد لله تمام الحمد لله لحد هسه يعني ان شاء الله دائما ان شاء الله ان شاء الله دائما حنحاول لما ننتج للحته ان شاء الله دائما الحمد لله. لكن بنتكلم عامه المراه دائما، انت لما يكون بنكك بتاعك حسابك مليان نفسياتك بتكون كويسة صح أكيد. لو وقف قدامك أي زول ما بتكوني شايفاه، إذا أنا لو واجهتني أي مشكلة أنا هعرف أحلها صح. فبيكون في مشكلة إن حوى إنه ممكن من غير ما تحس بتدي لآدم إحساس عدم الاحتياج، إن أنا بقيت ما محتاجك مش عيالي بدخلهم أحسن مدرسة بسفرهم بعمل لهم الأسلوب، أسلوب الحوار لو إحنا أخذنا الموضوع ندية انه يعني لو حوى ايوه لو حوى وصلت لمرحله بتاعت ان هي بتتعامل مع ادم انه انا احسن منك كده كل شيء رجال بياخذوا الحاجه دي ببساطه وفي رجال بياخذوها بعد بيفرق عن ادم طيب يا جماعه ماما احيانا هو ذاته اذا اخذ الامور عادي وببساطه في ناس ثانيين بيقعدوا يتدخلوا في ناس بتدخلوا يعني او بزنوا يعني انت ما هما خلاص يتعودوا تدفعي انت ليه حتقعدي تسكتي للكلام ده ما انت عودتي وعلى كده ايوه صح في رجال ما بيتعودوا يعني بجد هي معادله صعبه صح عاصم ممكن صعبه شديد صعبه شديد عاصم انا عايزه الحمد لله الحمد لله مدام من هنا كلنا هارشين الليله وبحيي كل ربات المنزل وكل الحواس السودانيه وادم السوداني يعني تقول له صراحه يعني حوا حنينه وطيبه وبيساعد تدعم. كتير بتدعم يعني أنا زوجتي ما شغالة أيوة. قاعدة في البيت ربط منزل لكن جيب دي بعد شوية بلقاها عمل يعني شاركت لها في صندوق جابت أيوة أيوة أنت بتقبل لكن في رجل ما بيقبل أيوة. أنت ما عندك غير دايرة أنت ما عندك شنو هي بتكون المسكينة بتدبر لما هي دايرة بتدسي متفاهم أيوة. هل الرجال ذاته ده سؤال يعني الرجل هو ذاته عنده في السرسرة دي انت ما ممكن طوالي مثلا انك تكون خدتي انه المراه يعني المراه تحديدا نقناقه ودايره انا ممكن ما اطلب منك حاجه لمده شهر لما اطلب حاجه انت طوالي انت كده مو بعد ده بسرسر بعد ده مساحه بتاعت ممكن تكون فتره طويله هل الكلام ده الرجل متهم بسرسره؟ ما في سرسره والله الرجل لما يسرسر له كثير بيطلع بيخلي البيت ماسكه تليفوني قاعده في التلفزيون أيوة. لو يوم واحد ما طبخ ايوه طيب ايوه سرسره لا يعني ما انا لما نلقى ماسكه التليفون قاعده يعني ما شايفه شغوله في البيت ممكن ازعل اطلع امشي اقعد في شارع النيل اشرب لي كوبايه جبن واجي راجع يمكن اكون شويه كده جيت لقيت اشتغلت هي يعني عرفت انا طلعت زعلان من انها ماسكه تليفون وكده من غير كلام احنا اللي برضينا منو يعني هي مرقت زعلان هدت ليك انت مرقت زعلان احنا نتكلم بصفه عامه طبعا هي تهدى لما تكوني قويه بترد روحك براك ما في مشكله ما مشكله قويه وشغاله بترد روحك براك يعني ما مشكله انت ترضي كيف هو مش شرب ولقيت اصحابي اي ذاته ممكن يعني تلاقي صحباتها حقيقه حقيقه ويعزموا بعض كده يكونوا في البيت انا مرات القوم قاعدين في البيت جبنتهم والضحك ايوه ما لازم الناس تتنفس ما بسرسر في الحاله دي بطلع بمش بخلي الناس اترفت بالسرسره أيوة طيب احنا ما دارينا سرسرنا كثير سرسرنا يعني حوى اكثر من الرجال طيب نسمع الجديه الساكنه حيانا يا سلام قد يا ساكنة حينا ومن نار غرامك حينا والله يهون لشقاي حينا والله هو
في ايديه ما زال الشعر والله انا زال الجمال اللي سحر والله ليش جاي حينا المخزف انت الدبر والناس صدف والله هوي 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 انت الجمال المخزف انت الدبر والناس صدف والله هوي هوي صدرك فوق الشف والله تعالي صدرك فوق الشف والله اطوي زي برق انكشف ما حد قلبي كان ريف والله هوي 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 ليش جاي حينا سكر نبا والله هوي في الحفلة قالوا أجد يا يا والله في الحفلة قالوا السم حياة والله لكن غصونك ما يحاك نحسد عيوني كاحلى والله هوي 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 ليش جاي حينا لونك صافي العز جد والله هوي هوي هوامك الغصن الندي لونك صافي العز جد هوي هوي والله كل يوم يجيك تجددي والله عن قلبي تبتب ما بتبعدي والله ايش جاي حينا جد يا ساقنا حينا من نار غرامك حينا والله هو
شقا ليش جاي انا ليش جاي حينا انا ليش جاي حينا انا ليش جاي انا ليش جاي حينا ليش جاي حينا. شكرا 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 عصام، تسلم. تحية لك ولفرقتك الموسيقية. يعني احنا وصلنا للختام، انا بس دايرة كلمتين ثلاثة سريعا لانه نسري من قبل نهاية يعني الفقرة. ردنا على الرجال، حتقول شنو في كلمة أخيرة سريعا؟ والله سريعا انا يعني كلمة سرسرة دي حرقاني من قبل سريعا بس لانه انا نسرين قاعدة تسرسر لي في الايربيس. انا بس دايرة اقول يعني انه حواء ما سرسارة، يعني آدم ونص إنه يعني أدها الكلمة الطيبة ولبى ليها رغباتها، ما ضروري يلبى ليها أي رغبة بس أدها كلمة طيبة أكيد هي ما حتكون سرسارة. جميل. يلا أنا عايز أشكر آدم والدي الله يرحمه على نعمة التربية اللي هو رباني ليها، ولو ما هو أنا ما كنت وصلت لهنا. عايز أشكر آدم زوجي على كل الدعم المقدم لي وأخواني. يا سلام. شكرا هاجر. نفسي كلام مروة، أنا بحب من هنا بشكر أبوي جدا جدا، كل الدعم وكل الحاجة اللي أنا فيها دي هو كان من أول الخطوات، هو اللي كان معي وأسرتي أخواتي أمي أخوي وبناتي طبعا. يا سلام. وبحبكم الحياة. وأنت قلتي كلمة مستعجلة، قويات ناجحات منجزات إن شاء الله. طيب تمام جميل. شكرا، أنا سعدت بكم جدا والله، وكان والموضوع كبير على فكرة ويحتاج مساحات كثيرة جدا على صعيد النجاحات حقتكم برضو. خليكم دائما قويات، ننتظر منكم إبداعاتكم، فخورين دائما بكل مرأة سودانية تحكس أي نجاح في المجتمع السوداني. مشاهدينا شكرا جزيلا دكتورة هاجر. شكرا. عبد الرحمن استشاري جلدية وتجميل، شكرا جزيلا دكتورة مروة فضل منظمة مناسبات، شكرا جزيلا أيضا هاجر الأمين سيدة أعمال. شكرا لحواء الأم والناجحة، واللي من ست البيت الغنوا لها، هي ما زالت هي ست بيت ولكن زادت إبداعاتها وإشراقاتها في المجتمع. مشاهدينا تواصل معكم عقب الفاصل الإعلاني.